بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. امتحان تجريبي للصف الثاني الابتدائي على اللي درسوه من منهج كونكت. الامتحان إن شاء الله هيكون شامل، وهنعود أولادنا على طريقة إجابة الأسئلة المختلفة اللي ممكن تجيهم، وهنسيب لكم رابط تحت الفيديو. اللي عاوز تمارين بنفس الشكل هيلاقيها، ممكن ياخدها ويدرب عليها أولاده. طبعا أول حاجة عندي إن هو جايب لي سؤال كلمة وقصادها 3 صور، والمطلوب مني بقى أعرف إيه بقى الكلمة دي إيه وفين الصورة بتاعتها. طبعا لما نيجي نشوف الكلمة هنلاقيها بادئة طبعا بحرف الإف. هحاول أقرأ بقى وأقول فا فا فامي فاميلي فاميلي. على طول انت عرفت ان فاميلي اللي هي الاسرة، تمام. والاسرة دي فين بقى صورتها؟ الولد ده لوحده ولا دولة ولا الجدة؟ طبعا اكيد الاسرة اللي هي المجموعة اللي هي متكونة على بعض من اب وام واولاد، هي دي الايه؟ الاسرة، تمام. طيب الكلمة التانية برضو عايزين نقرأ مورنينج مورنينج مورنينج، اللي هي فترة الصباح. مورنينج مورنينج فين بقى يا ترى؟ ده ولا ده ولا ده؟ طبعا ده كده الشمس بتغرب وقت الغروب، وده مفيش شمس اصلا، ده وقت الليل. وده طبعا صاحي من النوم، يبقى هو ده وقت الايه؟ وقت الصباح، عشان احنا بنصحى من النوم الصبح، يبقى هي دي صورة الايه؟ المورنينج، تمام. طيب بعدين الصورة الثالثة هنقرأ الكلمة هيلب هيلب هيلب، طبعا يعني يساعد. فين يا ترى اللي بيساعد؟ اللي بيرقص ده ولا اللي بيلبس ولا اللي ماسك الجدة وبيعديها الطريق؟ طبعا هو ده اللي ايه؟ اللي بيساعد، يبقى هي دي صورة هيلب اللي هي يساعد. هنعمل دايرة عليها، تمام. طيب دي كانت أول سؤال. شوف السؤال التاني هيبقى إيه. طبعا نفس الطريقة بس من كلمات مختلفة، فجايب طبعا هو هنا كلمة عايز أقرأ جا جا جاردنر جاردنر جاردنر، اللي هو يا ترى اللي بينظف ده ولا اللي بيصلح ويعمل ترابيزات ولا اللي قاعد في الجنينة؟ طبعا هو جنايني، الجنايني، يبقى الجنايني هو ده بتاع الجنينة اللي هي جاية من كلمة جاردن، يبقى هنعمل عليه هو دايرة جاردنر اللي هو الجنايني، تمام. طيب بعدين ووتش يعني ساعة بقى، اللي هي ساعة يد اللي بنلبسها في ايدينا. بس يا ترى هي فين الساعة دي؟ دي ولا دي ولا دي؟ طبعا الساعة واضحة، هي دي اللي اسمها ووتش. ووتش يعني ساعة، تمام. وطبعا احنا خدناها فعل بمعنى يشاهد، بس تنفع بمعنى ساعة. بعدين دي برضو انتوا اخدتوها قريتوها كويس، درو درو اللي هي يرسم يرسم. طبعا فين اللي بيرسم؟ اه اكيد هو ده الاولاني، هو اللي بيرسم ويلون، اما التاني بياكل والتالت بيقرأ. هنشوف الصفحة اللي بعدها بنفس الطريقة، بس المرة دي عايزين نوصل بقى. فطبعا جايب لي كلمة فريندز أصدقاء، يا ترى دولة ولا دولة؟ عشان احنا عارفينها أصدقاء، طبعا هم دول فريندز اللي هم دول، دي صورة رقم واحد، هم دول الأصدقاء. الصورة التانية نايت نايت اللي هي الليل، يا ترى فين الليل؟ اكيد الشخص اللي نايم ده اهو، وادي القمر بالليل، تمام. تلاتة طبعا كلمة جاكيت اللي هي الجاكيت، هو ده الجاكيت، واضح اهو ان هو الجاكيت. اربعة بقى بيرانس بيرانس الوالدين، طبعا هما دول الوالدين، تمام. والصن ملهاش كلمة. هندخل بعد هنا بقى هنكمل الكلمات بحروف ناقصة. فأول كلمة صورة الفرخة، طبعا اللي هي الدجاج، هنقول عليها تشيكن، تمام. ناقصة ايه الحرفين اللي ناقصاهم بقى؟ الصوت اللي احنا بننطقه تشي تشي تشي،
طبعا اللي هو سي اتش، هو ده اللي بننطقه اتشان. الكلمة التانية صورة أطفال، طبعا تحتيهم كلمة أطفال اللي هي اتش اتش برضو، اتش شولدرين، اتش شولدرين اللي هم الأطفال، طبعا ناقصة حرف الاي، شولدرين. تمام. الكلمة اللي بعد كده برضو صورة الشيبس اللي هو الشيبسي، طبعا والكلمة ناقصة حرف واحد برضو هو حرف الاي، فهنقول شيبس شيبس. تمام. بعدين جايب لي كلمة شاطئ اللي احنا شايفينه في الصورة، وعاوز الحرفين اللي ناقصين، طبعا هما السي اتش برضو، فهنقول بيتش. تحت بقى صورة الخروف، طبعا خدناها، والخروف شيب، مش اتشيب، لا شيب بس، فطبعا الحرفين اللي ناقصين هما اس اتش، مش سي اتش بقى، اس اتش. تمام. كمان كلمة شارك في الوحدة التالتة اللي هي سمكة القرش، طبعا ناقصة اي ار عشان اقول شار 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 بنفس الطريقة، يبقى هي ناقصة ناقصة اي ار. تمام. بعدين كلمة شيرت اللي هو القميص، برضو نفس الموضوع، ناقصة اس اتش عشان اقول قميص شيرت. اخر حاجة البراية اسمها شاربنر، ناقصة الاي ار برضو اللي هي تدي معنى براية. تمام. طيب كمان نوع جديد من الاسئلة، ان هو جايب لي صور لكلمات ومحتاج ان انا اوصلهم ببعضيهم. طبعا سيت داون اللي هي يجلس، هنوصلها باللي جالس الاخير ده. تمام. بعدين الكلمة التانية فيش، سهلة دي بقى، هنوصلها بالفيش. تيتشر اللي هو المدرس او المعلم، وهو طبعا اللي قاعد بيشرح على السبورة. بعدين رايت يكتب، هنوصلها بالولد اللي بيكتب. ووتش تدي معنى ساعة، لسه عاملين عليها دورية من شوية، هي طبعا اللي وصلناها بالساعة. وأخيرا شارك اللي هي سمكة القرش، برضو هنوصلها بسمكة القرش. تمام. هنا بقى أسئلة صعبة شوية، عايزين ناس متفوقين تشتغل معانا وتركز فيهم. عندنا طبعا الأولى فيهم عبارة عن إن هو جايب سؤال ومحتاج إن حد يجاوبه، زي كده is he a cleaner، هل ده كلينر، كلينر اللي هو عامل نظافة، هو بيقول إن هل ده عامل نظافة، طبعا هنقول له yes he is، طالما إن احنا شايفين إن هو عامل نظافة يبقى هنقول له yes he is. طب هو لو مش عامل نظافة بقى، لو هو مش عامل نظافة هنقول له ايه؟ السؤال اللي بعد كده طبعا أسئلة صعبة شوية، جايب لي صورة كاربنتر وبيقول لي is he a cleaner، هل ده كلينر؟ طبعا هنقول له no he isn't، لا هو مش كلينر طبعا، لأن ده كاربنتر. بعدين جايب لي صورة شوز وبيقول لي are they shoes، هل دول أحذية؟ هنقول له ايه؟ yes they are، أيوة هما أحذية. تمام. بعدين الولد هنا بقى بيقول I can hear with، عاوز نكمل بقى hear، يسمع، بيسمع بإيه بقى؟ I can hear with my ears، إن هو بيسمع بأذنيه. بعدين النحلة اللي هي من طائفة الحشرات عندها كام ليج بقى؟ النحلة طبعا عندها 6 اللي هم 6 أرجل. تمام. طيب هنا بقى اكتب بقى المدلول الصورة، عاوزنا نكمل اللي مكتوب. طبعا بيقول لي رايت يور ايه بقى، رايت يور بوتس ولا رايت يور تري ولا رايت يور نيم؟ هنا بقى بيقول لي زي ار ماي حاجه، فانا هكتب اسم اللي في الصوره، فلو بصينا في الصوره اللي على اليمين دي هو بيقول لي زي ار ماي ايه بقى، طبعا اكيد ماي بوتس اللي هي الاحذيه، عشان كده هاخد ايه؟ بوتس. هنا بقى رايت يور، اكتب اكيد شجره ولا اكتب اسمك؟ طبعا رايت يور نيم، اكتب اسمك. تمام. دول كانوا أهم أنواع الأسئلة، وانتظروا امتحانات تانية، ساعدونا بالشير واللايك. شكرا. السلام عليكم.